صباح الخير مشاهدينا الكرام. اليوم جولتنا بكاميرا برنامج يوم جديد موجودة معكم من العاصمة الحبيبة عمان، وتحديدا من مكان تاريخي أثري سياحي ديني. اليوم احنا معكم من أقدم مسجد في العاصمة عمان، ومن مسجد الحسين تحديدا. خليكم معنا داخل المسجد الحسين. مشاهدينا الكرام، من جديد اكيد معنا الشيخ يحيى القاضي، راح يكون معنا. صباح الخير دكتور وشيخنا، يعطيك العافيه. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يسعدني تواجدي معكم نيابه عن وزارتي، وزاره الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلاميه. هذا المسجد يعبق برائحه التاريخ وعمقه، فهو امتداد لامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، وهو أول مسجد كان خارج الجزيرة العربية بعد الفتح الإسلامي، بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في طريقه إلى المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا المسجد مر في عدة مراحل تاريخية. المرحلة الأولى كانت الفتح الإسلامي، وكان بناء هذا المسجد، وكان اسمه العمري، وكان على تلة قبل أن يتم سقف مدينة عمان. المرحلة الثانية تاريخيا كانت في العهد الأموي، والمرحلة الثالثة كانت في العهد الإخشيدي والعباسي، والمرحلة متأخرة كان بعض الزيادات من العهد التركي وبعهد السلطان عبد الحميد، وآخر مرحلة بالعهود القديمة كانت بداية العهد الهاشمي في الأردن. أول من بنى هذا المسجد وعمل على توسعته المغفور له بإذن الله تعالى سيادة الشريف الحسين بن علي، ومن ثم كان جلالة الملك عبد الله الأول جلسات في هذا المسجد ولقاءات عدة مع المواطنين، وعمل على توسعته التوسعة الثانية الهاشمية. كان هناك توسعة ثالثة هاشمية في العهد الملكي بعهد جلالة الملك المغفور له بإذن الله تعالى الحسين بن طلال، وكان بناء مآذن جديدة، وكان في توسعة بالنسبة للمتوضأ، وكان في توسعة في المكتبة. كان إنجازات عظيمة جدا في عهده. والمرحلة الأخيرة كانت في العهد الملكي الرابع بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أمد الله في عمره وحفظه ورعاه، وهذا ما نراه الآن في المسجد الحسيني، وهي بداية التطوير للمرحلة الرابعة في العهد الملكي، حيث أن جلالة سيدنا الله يمد بعمره أمر بأن يكون المسجد متميز، وأن ينحى خلينا نحكي بحيث التراث، أن نحافظ عليه وأن نحافظ على عمق هذا المسجد تاريخيا، وأن يكون رسالة لأبنائنا في المستقبل. المكتبة التي ترونها هي المكتبة الثانية في المسجد الحسين الكبير بعدما تعرض للحريق الذي أسفنا كلنا على حصوله، والحمد لله رب العالمين تم ترميم المسجد الحسين الكبير على نفقة جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله تعالى ورعاه، وبإشراف مباشر من الفريق الهندسي في الديوان الملك العامر. تم ترميم المكتبة، هذه المكتبة الآن فيها أمهات الكتب التي كانت موجودة من قبل وغيرها، كان بعضها تقدمة من المكتبة الوطنية مشكورة، وكان هناك تقدمة من هيئات أخرى. كل هذا كان بإشراف لجنة المسجد الحسين الكبير. المكتبة يعود إليها القراء، ويعود إليها الأئمة، يعود إليها من يطلب العلم حتى يبحث فيجد في هذه الكتب التي نراها
واقفة هنا يجد فيها ما يطلبه وما يبتغيه من عودة إلى مسألة أو عودة إلى موضوع معين، فيبتغي العلم يأتي إلى الكتب.